الأميرة المغربية لالة خديجة تتألق بإطلالتين مميزتين في استقبال ماكرون وزوجته. لفتت الأميرة لالة خديجة والبالغ من العمر 17 عاما الأنظار بإطلالتين راقيتين وأشعلت المواقع الاجتماعية بجمالها وأناقتها، حيث اختارت نمطين مختلفين تنوعا بين الزي المغربي التراثي والتصميم الأوروبي. وقد أطلت الأميرة برفقة والدها الملك محمد السادس خلال مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في الرباط، حيث بدت لالة خديجة أنيقة جدا بزي كلاسيكي جمع بين سروال أسود وسوت منحوثة الخصر مطبعة بنمط المربعات الصغيرة بلوني الأسود والأبيض من علامة الدار الفرنسية العريقة ديوغ، كما حملت من العلامة نفسها حقيبة من الجلد الأسود وانتعلت كندرة سوداء مزينة بلآلئة بيضاء من علامة جيمي شو، كما زينت معصم يديها بساعة من جلد التمساح المرصع بالألماز من كارتي، ووضعت قرطي أذني مرصعين بالألماز واللؤلؤ. وفي حفل العشاء الذي أقيم على شرف الرئيس الفرنسي وعقيلته تألقت الأميرة لالة خديجة بقفطان مغربي باللون الأخضر مطرز بالترتر والخرز، نسقته مع صندل مفتوح من اللون نفسه وعباءة سوداء، كما تزينت بمجوهرات مبهرة تم ترصيعها بأحجار كبيرة من الزمرد والألماس. وبدت الأميرة فاتنة بمكياج خفيف ورفعت شعرها بشكل كلاسيكي.